أهلا بكم مجددا، واليوم سنتعلم سنكمل PHP script وسنقوم بإنشاء النسخة الثانية من users API. فنحن قمنا فعليا بالتعديل على articles API النسخة الثانية من خلال ملف API articles. فإذا قمنا بالtree API فقمنا بالتعديل على هذا الملف، لكن لم نقم بالتعديل على هذا الملف، فسأقوم بالتعديل عليه، وثم سننشئ نقطة API جديدة وهي نقطة اللوجن. تذكير سريع أن هذا تابع لمسار اسمه سكريبتات PHP، موجود رابطه ستجدونه في صندوق الوصف، وأيضا كود الذي أكتبه موجود هنا، يمكن أن تحصلوا عليه أيضا من مصادر التعلم هنا مستودع الكود وتذهبون إلى هنا. فإذن هذه هي النسخة الارتيكلز، النسخة الثانية من الـ API التي أنشأناه وأعادت لنا هذه الارتيكلز. وكما تعرفون أن نحن متصلون مع قاعدة بيانات، فإذن لنذهب إليها لنراها. فإذن سنذهب، فإذن هذه هي، فإذن متصلون مع هذه القاعدة، ومن هنا تأتي الارتيكلز. فنحن فعليا قمنا أيضا بإنشاء API خاص باليوزرز. دعونا نجلب هذا لهنا، API خاص باليوزرز. وبكل بساطة إذا قمت بكتابة user هنا لن يظهر لي شيء، وهذه مشكلة مع هذا الـ API التي سنحلها اليوم. إذا قمت بكتابة مثلا ID يساوي 1 سيجلب لي الـ user الأول. مرة أخرى، من أين جاء هذا الـ user؟ من قاعدة البيانات. فنحن قمنا بكويري لهذا الجدول وجلبنا الشخص الأول الذي له ID 1، وهنا الشخص الذي ID له 2. طبعا لو جلبنا شخص ليس له ID أو ليس موجود سيقول no user. نحن اتفقنا بوقت سابق أن هذه الاستجابات أو responses التي يعيدها الـ API الخاصة بنا، الـ API الخاص بنا هي ليست استجابات قياسية أو standard. نلاحظ أن هذه الاستجابة لم نفهم منها شيء، no user found. وإذا أيضا ذهبت إلى هذه النقطة لا يعرض لي شيء، فأنا لا أفهم ما الذي فعليا حدث. فهذا الشيء الذي سنقوم بمعالجته في هذه المرة. فإذا كما قلت بداية سنذهب إلى API users، وهنا قمنا بإنكلود لقاعة البيانات، قمنا بالذهاب إلى الميثود، وهنا مباشرة سأقوم بتأكد من الميثود. طبعا ربما هنا أن إذا كانت الميثود غير صحيحة else أيضا أرسل JSON response على أساس أنني فقط أقبل الـ get، لكن ليس داعي لذلك لأنني قمت بكتابة هنا exit. ومجرد أن يأتي لي هذا الملف وطلب نقطة get سيتم المعالجة، لم يطلب نقطة get لن يتم معالجة. ربما أتجد أن شيء جيد أن نقوم بماذا؟ أن نخبره أن هذه النقطة يعني غير على هذه الميثود لا تعمل. فإذا هنا لدينا الميثود، إذا كانت الميثود get، وأيضا سأكتب شيء أن and is set al get id. فإذا كان فعلا تم إضافة id فهذا شيء جيد، لكن مباشرة هنا إذا لم يتم إضافة id سأكتب else، مباشرة أريد أن أرسل أيضا response. فما هذه الريسبونس التي أريد إرسالها في حالة أن كان الID غير مزود؟ فأنا فعليا أريد أن أرسل له بداية كود HTTP كود ريسبونس، سأرسل له 400. والآن سأريكم شيء أنا كتبته بالموقع عن أكواد الـ HTTP الخاصة برقم 4، سأشارككم إياها بعد قليل. فهنا سنرسل array جيد، لكن ليس الري أن غير موجود. بداية سنرسل status، سنكتب فيها هنا أن ال status هي error، وسنرسل data سنقول لا يوجد data null. أيضا سنرسل message، هذه message أعتقد كتبنا مثلها بوقت سابق no valid أو invalid ID أو no ID، no ID provided. أيضا سنرسل error الذي هو سيكون عبارة عن array. ما هذه الأري؟ بداية سنرسل له الكود، كود هذا الإيرور هو 400، وأيضا سنرسل مسج تفصيلية أكثر عن الأولى، سنقول أن the user ID is not provided. واضح؟ فإذا لنجرب هذا الشيء. فالآن أنا مجرد أنني لم أزود ID، ما الذي سيحدث؟
يفترض أن يرسل لي ريسبونس، فإذا أنا يفترض أن أرسل ريسبونس دائما، لكن محتوى الريسبونس يختلف مع الموضوع يعني. فهذه الريسبونس تقول أن ايرور لا يوجد اي دي، وإذا قمت بإنسبكت إليمنت هنا ونتورك ريلود، لاحظوا أي ملاحظة هنا، هذا جاءنا خطأ وهذا الخطأ جيد، خطأ 400 ها هو، وهذا شيء جيد فعليا. لاحظوا ما هذا الخطأ، أن النو يوزر بروفايدد، فإذا صحيح جاءنا خطأ لكنه جيد، فنحن نريد أن تظهر مثل هذه الأخطاء. فإذا هذا بخصوص أن إذا كان إذا الشخص لم يزود الاي دي، واضح؟ طيب الآن ما الشيء الذي سنقوم به؟ سنعود للأعلى هنا، الآن سنتأكد، سأكتب هنا validate id. الvalidate أنني سأتأكد هنا، الآن طالما أن يوجد id سيدخل لهذه الf، فهنا سأكتب is numeric، سأتأكد أن هذا id الذي أدخله numeric، وأيضا ربما أحدد أن هذا id جيد يجب أن يكون أكبر من 0. طيب إذا كان هذا الموضوع صحيح فهذا شيء ممتاز فعليا، أنه الID المدخل صحيح، لكن ماذا لو لم يكن صحيح؟ فإذا في هذه الحالة سأقوم بإنشاء عبارة else هنا، وهذه else سأكتب فيها نفس هذا، جيد، سأمسح هذه exit من هنا، وأيضا سأرسل 400، ويمكن أن ترسل 422 يعني validation error، لكن سأبقيها 400 الآن، وهنا بالمسج سأكتب invalid ID، والكود 400، وسأكتب هنا the user the provided user ID is not a valid integer أو is not integer. فإذا لنجرب هذا، فإذا بداية لم ندخل ID صحيح، الآن سندخل ID لكنه ليس نمرك، لاحظوا صحيح والخطأ 400، وأيضا يظهر لدي الخطأ هنا بالنتورك، وعفوا هنا أيضا لا ليس هذا، أريد ريلود، لاحظوا ها هو الخطأ، خطأ 400، ممتاز. طيب الآن نعود لموضوعنا، فالشيء الذي سيحدث هنا أننا تأكدنا أن الاي دي نوميريك والاي دي ممتاز هو نوميريك، والآن سنحصل على هذا الاي دي. الآن أريد أن أقوم بكتابة هنا try وcatch، ونحن نعرف أن catch تلتقط لنا الخطأ الذي حصل أثناء تنفيذ هذه التعليمات إذا حصل، وهنا error. بعبارة try فعليا نحن سنقوم بطلب لقاعدة البيانات، طبعا هذه تدولة أحتاجها، هنا سأقوم بأخذ هذا وضع هنا بtry، جيد. طيب ماذا لو حصل فعليا خطأ؟ إذا حصل فعليا خطأ فهو خطأ على جهة السيرفر ربما يكون، أو خطأ على جهة SQL، فبهذه الحالة دعنا نسمي هذا error، بهذه الحالة سنرسل أن هنالك خطأ على جهة السيرفر، فإذا response code سيكون هو 500، لأن 500 يعني خطأ على جهة السيرفر، وأيضا سأرسل هنا JSON response أنسخها من هنا وأضعها هنا. طيب الايرور ايرور الحالة ايرور null، وهنا سيكون اسمها server error، الحالة الكود عفوا 500، والمسج هي فعليا الايرور الذي حصل، واضح؟ ولا ننسى الريتيرن مع كل شيء، لماذا؟ لأننا لا نريد أن يكمل بحساب الأمور بعد الريتيرن. فإذا الآن على سبيل المثال لو كتبت مثلا هنا كتبت 1 مثلا، فيفترض يكون خطأ، طبعا لأنني لم أكتب صحيح هنا، لكن لو كتبت 1 فإذا error يقول مرة أخرى ليس مزود، فهنالك هذا يعني أن أنا كتبت شيء خطأ هنا، أو لاحظوا هذا الشيء يجب أن أكتب underscore. فإذا الآن جلب الشخص بشكل صحيح، مرة أخرى دعونا نجرب، إذا كتبت شيء غير صحيح يجب أن يقول لي not valid integer صحيح، إذا لم أزوده يجب أن يقول لي أن no id no user يعني no id provided صحيح. أي حال هنا سنقوم بطلب من قاعة البيانات إذا أعادت لي طلب، جيد، إذا وثم هنا بجيسون encode فعليا أنا أريد أن أعيد شيء هنا، فبالتالي سأنسخ هذا وأضع هنا بدلا من هذا،
إذا كل شيء تمام فسأرسل 200 والحالة ستكون هي نجاح. الداتا هو اليوزر الذي جاءني، المسج أن operation completed، وهنا لا يوجد error، فأمسح هذا، لا يوجد error يعني null عفوا، واضح. وثم return. طيب الآن سنجرب مجددا. الآن إذا قمت بالذهاب وكتابة 1 تحديث، لاحظوا جاءني اليوزر، فإذا جاءني status data message أو error null. وأيضا الطلب بالnetwork reload، طبعا هذه الفيفوريت ايكون ليس لنا بها علاقة، يعني ليس موضوعنا الفيفوريت ايكون، فيقول أنه الستيتس هي غير موجودة، أعتقد 404 أو شيء كهذا. هل أحيانا تنظرون لأشياء ليس لها علاقة بالدرس فقط لتروا كيف يعمل ذلك؟ يعني الآن أنا أنظر بالفيفوريت ايكون وهي ليست موضوعي، فالآن النتيجة هنا 200 وأنا فعليا، فإذا جيسون ديتا ها هي، والرو ديتا فإذا ها هي، واضح؟ طبعا لماذا لا يظهر لي الطلبات التي طلبتها هنا؟ السبب بكل بساطة أنني لاحظوا بالجوجل كونسول ماذا كتبت هنا، أو الفايرفوكس، أنا أستخدم فايرفوكس، لاحظوا فقط قلت له اعرض لي الإيمجز، أنا أريد كل شيء، فإذا الآن الطلب 200 صحيح. فنكمل، فإذا الموضوع الثاني هو هذا 404، إذا اليوزر غير موجود فنحن نريد أن نرسل 404، فإذا سأنسخ هذا وضعها بإلس، إذا لم يسترد نتيجة واحدة فهذا يعني أن النتيجة 0، فإذا 404 وهنا سنكتب error لا يوجد user، وبالتالي هنا null operation completed، يعني ليست completed هي، فماذا نقول؟ هي فعليا completed لكن يمكن أن نكتب هنا record not found، الايرور موجود، بالتالي سيكون الكود 404 والمسج the requested user is not found، وبالتالي هنا مجرد أن أكتب مثلا 10 أو 1000 مثلا لا يوجد هذا اليوزر سيقول لي 404، وأيضا هنا لاحظوا الستيتس 404. الكلم الموضوع الذي سأنشئه بملف خاص، سأنشئ نقطة بملف خاص، سأسمي هذه النقطة ABI، هي في مجلد ABI، واسم النقطة login.php. سنبدأ بفتح تاج ال PHP كالعادة، نريد أن نقوم بجلب بيانات قاعة البيانات، طبعا أنا كتبت include يفترض أن أكتب require، لكن سنسير مع شيء. ماذا كتبت أنا بالارتيكل؟ هل كتبت require؟ كتبت include أيضا، سأبقيها include لكن هي require، لأن هذه بيانات، هذه معلومات اتصال مع قاعة البيانات. وأيضا أريد أن أقوم بجلب، مرة أخرى سأفتح الارتيكل، أريد أيضا include للvalidator والsanitizer، لأنني سأنشئ أيضا validate للinformation الذي سيدخلها الشخص وsanitize لها بنفس الملفات. الآن سأحدد الميثود التي سأعمل عليها، فإذا سأأخذ server method، فإذا request method، وسأتأكد أن هذه post method. إذا لم تكن post method نحن اتفقنا أن كل شيء يحدث أنا ماذا أفعل؟ أرسل response، فإذا هنا أنا سأرسل response فعليا، سأكتب أن response code 405. طبعا قد تسأل لماذا 405، وأنا حضرت لهذا، حضرت لسؤالك منذ يومين، حضرت لسؤالك. فإذا في الموقع ذهبنا إلى المقتطفات، مقتطف ليس موجود أعتقد، هذا هو المقتطف، شاركه في الفيديو. الرقم الذي أدخلته الآن 405، فإذن ها هو 405. الطريقة غير مسموحة، فإذن الطريقة غير مسموحة، هذا هو معنى الخطأ هذا، يعني أنت طريقة أنت أدخلت هذه، قمت بالدخول لهذه النقطة من خلال مثلا get، نحن فقط post، فبالتالي هنا سيعطي خطأ، واضح؟ فإذن هذا معنى هذا الكود. الآن سنكمل، سأرسل أكيد JSON encode و return. هذه JSON encode ستكون هي عبارة عن array، وبتاعتاً status error message invalid request method data، أكيد لا يوجد data null، و error سيكون هو عبارة عن status نفس الشيء، وهنا code عفواً، نحن اتفقنا الـ error code، والمسج only
post requests are welcomed لا are accepted for login. فإذن الآن لو ذهبت أنا لموقعي هنا وذهبت إلى نقطة login لاحظوا 405 وإذا قمت أنا بالذهاب لinspect element network enter لاحظوا 405 get request وهذا يعني أن الميثود ليست مسموحة واضح لأنه دخل عن طريق get وهذه هي طريقة نحن ندعم طريقة post فإذا لنكمل طيب الآن الشيء الذي سيحدث إذا كانت هذه الطريقة هي طريقة post فنحن فعليا نريد أن نجلب الداتا التي سيدخلها الشخص عن طريق post ونحن اتفقنا الطريقة شرحنا عنها في وقت سابق أن نقوم بجيسون بكود للشيء المرسل من file get contents من الستاندرد PHP input ولا ننسى هنا أن نكتب طبعا هذا أن نكتب true حتى يعيد لي associative array يعني هكذا مثلا سيدخل مثلا email ستأتيني email كذا طيب فإذن الآن جلبنا الداتا فربما مبدئيا فقط نعيد هذه الداتا لأريكم إذن الآن فقط سأعيد الداتا سأعيد الداتا فقط فإذن الآن إذا ذهبت إلى هنا أريد أن أذهب لنقطة post إذا نقطة post ومسحت هذا لا شيء والsend لا أقول نقطة غير موجودة لماذا هي غير موجودة؟ لا أعرف لماذا هي ربما كتبت الرابط خطأ يمكن أنسخه من هنا بداية دعوني أعيد هذا إذا سأنسخ هذا يبدو أنني كتبت الرابط خطأ فإذا لاحظوا أعاد الداتا التي هي هذا لو لم أدخل أي شيء أو دخلت لم أدخل هذا مسحته جيد سيدخل data null لأن لم أرسل data فبالتالي أنا هنا ما الشيء الذي حصل أنني استطعت أن أحصل على data المرسلة فإذا هذه الآن نحن نعمل مرة أخرى على API سنتدرب بهذه الطريقة المستخدم النهائي سيكون له نموذج يدخل من خلاله email ويدخل من خلاله password لكن نحن API developers نحن لسنا لنا علاقة بالنماذج نحن نتعامل بهذه الطريقة فنكمل قصتنا فإذا الآن بداية جيد حصلنا على هذه الداتا فنريد أن نتأكد أن فعلا اليوزر إذا هنا نريد أن نكتب set data الإيميل إذا الإيميل فعلا تم إرساله لأنه لاحظوا هنا طبعا إرسال مجددا لاحظوا الداتا هي عبارة عن object هنا أو بالنسبة لجافا سكريبت هي object بالنسبة ل PHP هي associative array فبالتالي هذه email key value password key value فإذا يمكن أن أحصل على أقول إذا كان الداتا موجودة فيها الايميل وأيضا موجود فيها الباسورد فهذا يعني okay إذا echo okay مثلا لكن طبعا بالتأكيد سنقوم بالريتيرن لكن غير ذلك هذا يعني أن لدينا مشكلة هنا وهذه المشكلة سنضيف لها كود هنا فإذا ما هذه المشكلة؟ هذه المشكلة أنه هذا الشخص لم يقم بإدخال الأشياء كل الحقول المطلوبة فالخطأ سأعطيه 400 خطأ 400 خطأ جينيريك من جهة الكلاينت يعني هو خطأ من جهة أي خطأ 400 يعني كلاينت جيد ويعني الخطأ من جهة الكلاينت ليس خطأ من جهة السيرفر وعندما نقول 400 يعني لم نحدد فعليا ما هو الخطأ فإذا سيكون جينيريك يعني شيء أساسي الخطأ من جهة الكلاينت لكنه غير محدد وهنا سيكون error لكن المسج ستكون missing field data لا يوجد data وهذا 400 وبالنسبة هنا سنكتب email and password fields are required فإذا لنختبر ذلك فإذا أنا مسحت مثلا الباسورد من هنا سيرسل لي missing field جيد طبعا هذا خطأ مرة أخرى missing field لو أدخلت مثلا الباسورد ونسيت الإيميل سيقول لي missing field لكن لو قمت بإضافة كل شيء سيقول أوكي فإذا الآن سنكمل مع هذا الموضوع فعليا هنا سأكتب ملاحظة أن إذا كان كل شيء موجود فعليا فأنا هنا أريد أكتب to do sanitize the input وأيضا to do
validate the input. هذه التدو يعني أنا سأكملها لاحقاً، واضح وفقط. فإذا الآن يمكن أن أحصل، إذا كان كل شيء تمام، إذا قمت بسينيتايز، قمت بفاليديت، كل شيء تمام، فهنا حصلت أنا على البيانات. برأيكم ما هي الخطوة القادمة؟ الخطوة القادمة أننا نريد أن نقارن المدخل مع الموجود لدينا. إذا كان هو نفسه فهو سجل الدخول، لم يكن هو نفسه فيعني لم يسجل الدخول، فلنقم بذلك. إذن بداية سأقوم بكتابة، سنكتب هنا extract email and password، سأكتب extract data. اتفقنا هذا الفانكشن ماذا يفعل؟ هل تتذكرون هذا الفانكشن؟ إذا كان لدينا data فيها email بهذا الشكل وباسورد، الآن أصبح الايميل هو عبارة عن variable dollar sign email والvalue الخاصة به هذا. هذا يعني extract. فإذا من extract سيكون لدينا ايميل هنا وسيكون لدينا باسورد. الآن سنتحقق من قاعدة البيانات check if the user exists. فكيف سنتحقق إذا كان موجود؟ علينا أن نكتب SQL query ومن خلاله سنكتب select كل الكولوم from اسمه، اسم الجدول next users where email، يعني هذا كتبته خطأ هنا، يمكن أن نكتب هكذا email يساوي قيمة الإيميل و and الباسورد يساوي حقل، يساوي الباسورد المزود. فإذا الفكرة الآن نحن جلبنا الداتا من إيميل وباسورد، قمنا بالذهاب لهذا السطر، تحققنا إذا كان الإيميل المدخل والباسورد مدخلة يعني يعودون لقيد معين بقاعة البيانات. نحن نقارن، لاحظوا الباسورد ونقارن أيضا الإيميل، والسبب أن ليس فقط نريد أن نرى إذا كان لديه إيميل معنا، نحن نريد أن نتأكد أن إيميل وباسورد الاثنين يعني الاثنين يعود لنفس الريكورد، نفس الصف، يعني نورس يجب أن يكون الباسورد لها 111 علي 222، غير ذلك هذا ليس لوجن. فإذا هذا البحث في قاعدة البيانات أعاد لي نتيجة فعليا، فإذا الآن سأطبقه من الكونكشن الموجود في التي include له من الداتابيس config. فإذا هذا له نتيجة، إذا if result num rows يساوي 1، فهذا يعني أن اليوزر موجود في الشيء الذي أدخله صحيح، فيجب الآن أن أقوم ب process the login. لكن إذا فعلياً هذا الشخص غير موجود في البيانات، فهذا يعني أن الأوثنتيكيشن failed أو اللوجن failed، وبهذه الحالة سأرسل أنا HTTP response code 401. ما هذا 401؟ نذهب للموقع 401 غير مصرح بك، unauthorized، غير مصرح بك 401. فنحن سنقول له أنت غير مسموح لك الدخول، أدخلت معلومات خاطئة. فإذا الآن سنرسل JSON encode و return. JSON encode هي عبارة عن array سنضع فيها status التي ستكون هي عبارة عن error. هنا لدينا message، المسج ستكون login operation failed، فشلت. الداتا أكيد null، والإيرور سيكون هو عبارة عن status. status لماذا أكتب status؟ يجب أن أكتب كود هنا. وهل كتبت status في مكان آخر؟ الآن سأتأكد وأغيرها. إذن المسج ستكون عبارة invalid email or password، وهذه العبارة نفسها تجدونها في كثير من المواقع، يقولون لك ربما الإيميل أو الباسورد خطأ، لا يقولون ما الشيء تحديدا الخطأ، يقولون ربما هذا وربما هذا، وهذا الشيء معيار من معايير الأمان التي لديهم. إذن أريد فقط أن أتأكد، هل كتبت status في مكان ما؟ لا، جيد. إذن في كل مكان كتبتها بشكل صحيح. إذن الآن هنا اللوجن خطأ، قمنا بمعالجته. الآن هنا سأقوم بلوجن خطأ لنرى send، فإذن error login failed 401 غير مصرح بك، وهنا غير مصرح بك. لاحظوا أن أدخلت علي وكلمة المرور 111، وأنا فعلا علي موجود لكن كلمة مروره 222 وليس 111. واضح؟ طيب
الآن كل هذه القضية ونحن نناقش فقط الحالات الشاذة أن البروسيس اللوجن فيلد أو خطأ، لكن هنا اللوجن نجح، ماذا علينا أن نفعل؟ سنرسل HTTP response code 200، سنقوم ب JSON encode وسنقوم ب return. بالجيسون انكود سنرسل status أن نجاح، وسنرسل message أن authentication أو login operation completed ونجحت طبعا. الايرور في حالتنا null، وهنا نسينا أن نكتب، نسينا أن نكتب هنا الداتا. فإذا الداتا هي اليوزر الذي جاءنا فعليا، لكن ما هو اليوزر؟ اليوزر من هنا يمكن أن نحصل عليه، اليوزر هو من الريزلت، سنحصل على fetch بهذا الشكل. طبعا هنا process login، دعونا نرى ثم أخبركم ما الشيء الذي علينا أن نقوم به. فالآن علي كلمة مرورة 222، فإذا قمت بسند فإذا النجاح وتم تسجيل دخول علي. إذا أردت تسجيل دخول نورس فإذا 1-1 أيضا نجاح، واضح؟ فإذا جميل جدا. هذه الفكرة أن تم فعليا process the login، هذه يعني هذه فقط النقطة رقم 2 من قضية اللوجن الذي أنا أخبرتكم عنه. القضية رقم 1 أو النقطة رقم 1 يجب أن أحفظ القيود في قاعة البيانات. رقم 2 أنني أتأكد أسمح للشخص أن يدخل المعلومات الدخول، أن يخبرنا عن نفسه. رقم 3 أتأكد هذه المعلومات صحيحة. طيب ماذا أفعل بعد ذلك؟ يعني الآن يجب أن نقوم بحفظ أن الشخص مسجل الدخول. كيف سنقوم بذلك؟ فعليا يجب أن نتحدث عن التوكنز في هذه النقطة، هذا ستأجل لفيديو الغد أو بعد غد، لكن سنكتب فيها to do، وفقط سنكتب أن to do التي علينا أن نفعلها المهمة، سنكتب save login somewhere فقط، احفظه في مكان ما. ربما ننشئ توكنز، يمكن نقوم بشيء لا أعرف. فإذا هنا هذه هي الفكرة، أي شيء بالتالي هنا سأضع نقاط، أي شيء يعني يخطر في بالنا سنقوم به. مرة أخرى أريد أن أتأكد، أعاد اليوزر، لاحظوا أنا سجلت دخول كنورس، أعاد اليوزر، يفترض أن لا يعيد معلومات اليوزر، هذا شيء خطأ. وسبحان الله قبل فترة اليوم شخص قال لي أن إذا لا يجب أن أعيد يوزر آي دي، يوزر آي دي ومعلومات اليوزر، الوضع المثالي هو أن تأخذ كل هذا تقوم بتشفيره بتوكن معين، هذا هو الوضع المثالي لهذا الموضوع. لكن حاليا نحن لن نعمل، يعني هذا ليس حديث اليوم، هذا حديث غدا أو بعد غد. سأقوم بتطبيق function هنا لكن لم يتم إنجازه بعد. لكن هنا إذا تأكدت أن الباسورد والإيميل موجود، ففعليا سأقوم بتنظيف الداتا من خلال الكلاس الذي لدينا. إذا ذهبنا إذا ذهبنا للسانيتايزر باليوتيليتيز، فلاحظوا اسمه API Sanitizer، فبالتالي هنا سأتخيل أنه موجود فعليا لدي، هو موجود لكن الغير موجود هو، إذا لدينا هنا API Sanitizer، وهنا سأتخيل أن الميثود الموجودة لدي هي، لاحظوا هنالك ميثود اسمها Sanitize Article، أنا سأتخيل أن لدي ميثود اسمها Sanitize User أو Sanitize Login، وأعطيه هذه الداتا. الآن سأنشئها بهذا الموضوع، فبالتالي هنا ليست to do، سأكتب بدلا من to do sanitize the input وهكذا. الآن بهذا الكلاس لدي هنا كلاس، وهنا لدي method تقوم بsanitize the article، نفس هذا سأنسخها وأنشئ واحدة مثلها، لكن لن أسميها sanitize article، سأسميها sanitize login، وهنا ستأخذ اللوجن داتا. الكلين داتا ستقوم بالدوران حول اللوجن داتا من key و value، تقوم بتنظيفها وأخذ ال HTML منها وتعيد الكلين داتا. الآن سنختبرها لنرى. فإذا بداية سأقوم بسند، هل يوجد خطأ؟ لا يوجد خطأ، ممتاز. الآن بداية السانيتايز تقوم بترم، فبالتالي سأدخل فراغات، سأجرب أن أدخل فراغات، فإذا سند، لاحظوا
يعني لو أدخلت الإيميل مع فراغات وقارنته مع الموجود بقاعة البيانات سيعطيك خطأ صحيح، لكن أنا ماذا أفعل؟ أقوم بترم للفراغات وأنظف السترينج بدون أن يعرف اليوزر هذا الموضوع، وبالتالي يأخذ البيانات صحيحة. لو كتب هنا dev send نفس الشيء صحيح، لأن بالسينيتايز أنا أنظف من هذه الكاركتر. جميل جدا. فإذن الآن بموضوع الآن قمنا بالسينيتايز، الآن بعد السينيتايز سنقوم بالفاليديت، وهنا هكذا سنقوم بالفاليديت. كيف نقوم بالفاليديت؟ الفاليديتر فعليا يعيد لي ايرورز. هذا هو السينيتايزر، سأغلقه وسأفتح الفاليديتر. الفاليديتر اسمه API Validator، وفيه ميثود اسمها Validate Article. أنا الآن سأقوم بإنشاء ميثود اسمها Validate User. فالآن هنا بالفاليديشن يعني سأقوم ب API Validator اسم الكلاس، ومن هنا سأكتب Validate Login وأعطيه طبعا الداتا. سأكتب إذا كانت الايرور ليست فارغة، إذا كانت الايرور التي يعيدها لي الفاليديتر ليست فارغة، هذا يعني ماذا؟ أنتم أخبروني، هذا يعني ماذا؟ يعني الفاليديشن failed، يعني هنالك خطأ بالبيانات. بالتالي سأنسخ response هنا، أضع هنا، سأرسل 422، عادة يكون خطأ بالفاليديشن، وهنا بالكود أيضا بالايرور سأرسل 400، والمسج ستكون هي الايرورز. الداتا بالتأكيد ستكون null، واسم الخطأ سيكون هنا validation error، وأكيد سيكون error. جيد، هذا الشيء لن يحدث معنا لأن هذه الميثود أصلا غير معرفة، الآن يجب أن نعرفها. فإذا لنعرف الميثود التي اسمها ماذا اسمها validate login. فبنفس فكرة أن كيفية إنشاء الموضوع الخاص بالأرتيكل بنفس الفكرة يعني. إذن الآن هنا سأقوم بنسخ الأرتيكل، أرتيكل فاليديت، إذن هو طويل نوعا ما، سأنسخه بهذا الشكل وألصقه مرة أخرى. لكن لاحظوا هنا اسم الفانكشن فاليديت لوجن، صحيح هكذا أسميناه فاليديت لوجن، وسيأخذ لوجن ديتا. الاسكيما ستكون لدينا أن لدينا إيميل، الإيميل سيكون هو عبارة عن required، والتايب الخاص به سيكون هو عبارة عن إيميل. بالتأكيد لن أحدد طول الإيميل، مجرد أن التايب إيميل فهو صحيح. بالنسبة للباسورد، الباسورد أكيد required. المنت لينث لاحظوا يفضل أن أكتب 8، لكن أنا فعليا سأكتب 3 لأن الباسورد التي لدي 3. وتضيف max length مثلا 160، كثيرا 160، ماذا 160؟ مثلا 30 محرف الباسورد، وسأحذف بالتأكيد الباقي. إذن هذه هي السكيمة الخاصة باللوجن لدينا، الإيميل والباسورد. إذن الآن لدينا error، سندور حول هذه الايرور. إذا كانت required فإذا هنا لن يكون لدينا article في هذه الحالة، سيكون لدينا login data. إذا login data طبعا أنا شرحت هذا في وقت سابق لذلك أنا أمر عليه بشكل سريع. فإذا هنا سيسأل إذا كانت rules required واللوجن data لهذه الرولز غير موجودة فسيعيد خطأ. هنا سيبحث عن main length، لكن ليس لدينا article الآن، لدينا login data. وهنا أيضا بكل مكان يوجد فيه article سأضيف login data، وهنا فقط. وهذه الماكس لينث نفس القصة فقط. وبخصوص موضوع التايب سأمسح الموجود، تايب سأمسح هذا وسأمسح هذا لأنني، وهنا بدلا طبعا من article سأكتب login data. التايب هنا سأقوم بمعاملته بطريقة مختلفة، ربما تتعلمون شيء جديد اليوم فتابعوا. فإذا كان اللوجن داتا موجود وكانت الرولز الخاصة به هي تايب، فأنا أريد أن أتأكد إذا كانت هذه الرولز هي عبارة عن تايب أو كانت هي عبارة عن إيميل، فأنا أريد أن أقوم بفاليديت لها بشكل منفصل. فإذا كانت هي إيميل فأنا فعليا سأستخدم شيء الآن اسمه فلتر فار. فإذا فلتر فار هنا
يأخذ داتا معينة. الداتا التي سأزوده بها هي اللوجن داتا ايميل، أو بحالتنا يعني اللوجن داتا فيلد الذي هو الايميل. وأيضا يأخذ هنا نوع الفلتر، أنت ما هو النمط الذي تريد أن تقوم بفلتر حسبه. فأنا أريد أن أتأكد هل هذا إيميل، فهذا الشيء سأكتبه كابيتال لتر، هذا موجود ببي اتش بي بشكل ديفولت، يعني سأكتب كابيتال لتر فلتر فاليديت إيميل، والشيء هذا سيتأكد أن هذا مثلا أدخلت ميل at mail.com، سيتأكد ميل at mail.com هل هو فعليا إيميل أم لا. فأنا أريد أن أقول إذا لم يكن فعلياً إيميل، فبالتالي أنا أريد إرسال خطأ، وهذا الخطأ فإذا نفس هذه الأخطاء موجودة هنا، سأنسخ وألصق، وهذا الخطأ سيكون هو عبارة عن أن هذا الفيلد سيكون must be of type email. فإذا هذه النقطة جديدة علينا فعلياً، الآن لنطبق لنرى هل فعلياً نستطيع أن ننجز أم هل هنالك خطأ؟ برأيكم هل كتبت أنا شيء خطأ؟ فإذا لنرى، طبعا ربما نسيت أن أعيد الإيرورز، لا ها هي. طيب فإذا لنكمل، فإذا هنا لن أدخل إيميل، فإذا لنرى send error validation error field email must be of type email. جيد. طيب ماذا لو أدخلت مثلا إيميل هنا mail at mail، إيميل صحيح، أي شيء إيميل صحيح، وأدخلت الباسورد مكونة من رقم 1، send validation error أن الباسورد must be at least 3 characters، يعني أنت أدخلت أقل من 3 characters، واضح. وجاءني الخطأ 422، لاحظوا اسم الخطأ أن لا يمكن معالجة هذا الطلب، فإذا لا أعرف إذا مكتوب هنا، ربما علي أن أضيفه هذا الخطأ لأنه لم أضفه في جدول الأخطاء، لكن هذا الخطأ يعني أن لا يمكن معالجة هذا الشيء. لماذا؟ لأن فيه validation error. فإذا بالنسبة لفلتر بار يقوم بتصفية الفاريبل with specified filter، يعني إذا أنت أضفت له فلتر معين، إذا أنت أضفت له تصفية معينة، مثلا قلت هذا إيميل، هذا رقم، هذا كذا، فهو يقوم بتصفية الفاريبل، أو بمعنى آخر يعني التأكد من أن هذا الفاريبل أو المتغير حسب هذا الفلتر، فبالتالي أنت تعطي الفاليو هنا وثم تعطي الفلتر. هنالك ديفولت فلترز، هذه type of filters مدعومة already من PHP. لاحظوا يوجد لدينا validate filter، sanitize filters. فإذا لنقل validate filters، فإذا لاحظوا ها هي، فإذا يمكن أن تقوم بvalidate لدومين، يمكن أن تكتب validate لإيميل، وهذا الشيء الذي أنا كتبته. فهذا filter underscore var مهم أن تقرأ عنه، أن تعرف عنه مهم، والفكرة أن هذا الشيء إذا قمت ببار dump له فيعيد لك، إذا لم يكن هو عبارة عن إيميل، لاحظوا هذا ليس إيميل، فسيعيد false، وهذا الشيء الذي أنا يعني استغليته بهذه النقطة، أن إذا لم يكن هذا إيميل فعليا فسيعيد لي false، false not false true، وبالتالي سيعيد error هنا، واضح؟ نعم نسيت الفكرة، أن هنا بموضوعي أنا أريد أن أكتب to do، أصبح لدينا الكثير من to do، to do واحدة منها أنها يجب أن نقوم بماذا؟ نقوم بـ save the login somewhere. ماذا سنفعل؟ حصلنا على الباسورد، حصلنا على هاش الباسورد، حصلنا عفوا على الباسورد string، سنحصل على مثلا 112. فالشيء الذي علينا أن نفعله هاش the provided، سأكتب to do hash the provided password، وعندما أقوم بالبحث هنا في قاعة البيانات علي أن أدخل الهاشد باسورد، فإذا search for hash password ليس بالباسورد العادية، فإذا هذه to do علينا أن نقوم بها.